السائلة امرأة مسنة وتسكن في مكة، وعندما كانت في الصغر وجدت جنيها وأخذته، وبعد ذلك تبين لها أن لقطة مكة لا تحل، تريد أن تخرج ثمن ذلك الجنيه علما بأنه كان سعره في السابع بمبلغ 35 ريال، والآن قد أصبح قيمته 350 ريالا، فهل تدفع الثمن القديم أو الحالي؟ عليها أن تخير بين أمرين، إن شاءت أن تشتري الجنيه مثل الجنيه الذي وجدته، أو أنها تدفع ثمنه الحاضر، ثمن ما يساويه الآن، ويسلم إلى الجهة المختصة في لقطة الحرم، أي جهة مختصة للقطة الحرم تسلمها له. نعم.